عن البعد على مشروب، أعتقد كامل بأنه حيوي وتستجبل فعلا الحاجة الحقيقية ديال الحي، حي بطبقه حي هيدر اللي هو مركب سوسيو رياضي اللي المجلس السابق فعلا دار الدراسة ودار اتفاقية شراكة وبحث على التمويلات. وحنا إلى متعقلو كانت الدراسة تكون في الكلية ربما في بداية 2016، وهذه النقطة هذه ديال بداية 2015 كانت الاعتمادات متوفرة بواحد النسبة على الأقل واحد 200 مليون متوفرة. من بعد ما يعني تلقت وزارة الداخلية واحد هذيك 200 مليون ديال المساهمة في إطار بناء المركبات السوسيو التربوية اللي كانت مبرمجة في اتفاقية ديال تأهيل المدينة. وكان على المجلس في 2016 يدير على الأقل صفقة ديال ميديك 200 مليون باش تعالجو يدشنو ويوضعو الحجر الأساس، يوضعو الحجر الأساس بعدا وعندهم شركة معروفة وعندهم سميتو تبدا الشطر الأول من الأشغال. ولكن مع الأسف اللي تنستغربو ليه هو كيفاش أنه بمناسبة واحد اليوم اللي هو وطني عند الرمزية ديالو هي اليوم تقديم وثيقة الاستقلال 11 يناير تقديم وثيقة الاستقلال، وبمناسبة كذلك الذكرى ديال راح السنة الأمازيغية تجي في إطار واحد البرنامج احتفالي برمجت واحد النشاط. تقريبا احنا اليوم تنكتشفوا بأنه كان نشاطا وهميا وصبرنا عام رغم أننا أثرنا الموضوع كيف انه يسمى بالعمورين بارك، زعما راه حنا تنديروا الامازيغيه بدون اتخاذ الاجراءات اللازمه. وكنا سبب ان هذا على الاقل في التسميه يكون صحيح ديال الموضوع، وتعرضت النقطه على جدول الاعمال ديال المجلس وصادق المجلس فيما بعد على هذه التسميه هذه. ولكن بالنسبه للاشغال ما كاينش، وانتهى الى علم ديالنا بانه ربما هذا الموضوع هذا كانت فيه يعني واحد التفتيشيه ديال المديريه ديال المغادرات ديال التنميه البشريه على اساس ان مثل هذه الامور ماشي شي حاجه، الامور ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وفيها انتظارات ديال السكينه ما خصش يتلاعبوا بها. الا كنا غادي نديروا وضع حجر اساس نديروا وضع حجر اساس ديال مشروع حقيقي متوفر عليه الشروط ديالو، وعلى نستعمل المشاريع هكاك اللي خلقي يعني واحد المجموعه ديال الانتظارات اللي هي يعني نقدموا للناس مشاريع وهميه. وفي نظري انا هذه المشاريع هذيك كنت غير دارت على الاقل الاجراءات باش نفذ 200 مليون اللي متوفره، فكان الناس على الاقل اليوم حنا ضربنا تدارت اكثر من النص ديال المشروع. ولكن هذيك حتى ديك الحجر الاساس براسو راه وطا، وديك الورقه اللي تدارت فيها ما عرفتش مشات وداك الدرهم دفن السفره ستيتيشن صراحه الساكنه ديال الحي واقيلا اللي هرسوه لانه كينتظروا كتسناو حتى عياو، ودابا يعني زي هنا الفريق الاتحاد المستشار الاتحاد ديال المجلس من بعد مرور سنة على هذا وضع الحجر الأساس حنا تنجي للواقع تلقى مع الأسف بدل والو. نتمناو أن هاد الرسالة هادي توصل للناس المعنيين ودار الهم. نتمناو أنه من غدا ولا من العشية يبان النتيجة وينطلق هذا المشروع على حقه، يعني ما يجعل الانطلاقة اللي تجعل منه انه متحقق في اقرب الاجل الساكنة والشباب ديال الحي.